السلام عليكم المتابعين ديالنا، كيفكم مع هذه الحراره؟ لاباس عليكم؟ كي دايركم مع هذا الجو؟ اليوم جيتكم فيديو جديد ونهار جديد ووصفه جديده ديال الغداء. عندنا هنا الحوت، عندنا هنا الخل، هنا عندنا عطريه، هنا عندنا واحد البونغ نصوبو فيه الشرموله ديالنا. عندنا المعلقات صغار، ثلاثة المعلقات صغار التحميرة، وعندنا جوج معالق ديال الكمون، وانا بالنسبه ليا ما عنديش هنا الهريسه، عندي معلقه ديال الابزار. وعندنا هنا معلقه ديال الخل. بالنسبه ليا انا ما بغيتش ندير القصبور، نحط القصبور اليوم عندي واحد الطاجين الحوت، غنقسموه شي نخليوه باش نديرو شويه الطاجين. نحط القصبور او المعدنوس والقصبور نديرهم في مطيشه، مع معلقه هنا ديال الخل، طيبتينا بكري، هنا واحد لكاس ديال الماء. نزيد بالنسبة لي أنا واحد المعلقة ديال التحميرة، ونسيت الملح من جبتها تساعدنا، سمحوا لي كنعتذر. وأنتم المتتبعين ديالنا غنشرمو لي شوط، خوات هنا داك الشرموله ديالنا اللي درنا وزدنا عليها شي تحميره والملحه. انا بغيت نشرملو غير هكا بطريقه ساهله، كيدخل فيه كامل العطريه، تخافوا العظيم، كيجي رائع 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 جدا ولذيذ. غنجرب انا متكمل التحريك ديالنا، ها هو الحوت ديالنا حنا كملناه، ودابا غنصاوبو الطاجين ديالنا. وهانتوما المتتبعين ديالنا، هنا عندنا واحد الفلفل اللي غنزوقو بها من الطاج ديالنا، غنقطع دواوة دائرة على شكل دائرة. تبعونا بالمسالة والمتقطع ديالنا هاد المص، وحنا كملنا بالتقطاع الفلفل ديالنا. راه هانتوما رزنا مطلوق، ها هو قطعنا صبيناه وحكينا مطيشه، ها هي درناها مع شرموله، نزيد وخليت من التحميره. لا برا كان التحميره، دير شي ديال عندك المخبز، دير القصبور، دير القصبور، كندير القصبور مع النوس، زيدي غير زيدي ديري نديرو بركة، زيدي زيدي القصبور ديري الملحة، ديري الملحة، ملعقة الملحة، كيدير القصبور ومبقاش هداك جامد دابا يدوب ويغلي، شوف غادي يغلي غادي، دير الملحة، درنا الملحة، هاري الزيت، حيد الزيت، الزيت زيك الزيت مسكين حوايجك، ديري هنا الزيت. ديري شويه الزيت، صافي، هانتي مغرفه ديال الزيت،
على شي تحميره زيدي كل شويه زيدي نخليكم معانا نرجعوا ليكم وانتم المتسبعين درنا عليه الحوت وكل من حوتات كنديروا طريق ديالكم في اللحمه وانتم نخليكم معانا وانتم مشاهدين مزيان تابعونا في الباج ديالنا نتوما المتابعين ديالنا كنصاوبو حنا الحوت حنا كيعجبنا غير بالسميده كنصاوبو كيجيب دي تمنيتكم راكم تجربوه جربوه ردوا عليا في الكومونتير ديالكم الزوينه ديرنا ابوني ديرنا لايك ديرنا هنا عندي الحوت مخلط السردين والشطون انا ما يتقال حد ديالنا نرجع عليكم وانتم المتابعين ديالنا مره ديالنا طاب وهو الحوت ديالنا كيتقلى دابا غنحطو نتغداو هذا مي هذا دير اليوم وحنا حطينا الغدا ديالنا وكنتمنى ديروا النجم وابوني بالنسبه لي اول مره يدخل القناه يبارك على الجرس باش يبقى يوصلوا جديد يبقى ديما جديد والسلام عليكم.